العيد قرب وكارديال في كل مناسبة له حضور. أهلا وسهلا. شكرا يا حبيب. متوجهين بإذن الله. من فينا ما عنده ساعة؟ طبعا الغالبية العظمى عندهم ساعة وأكثر بعد إذا ما كان الجميع عنده. لكن قد فكرتوا الساعة الصغيرة اللي تحيط يدك وتجيب لك الوقت بالضبط كيف كانت بداياتها؟ الساعات مرت بمراحل كثيرة وتطورات مختلفة، بداية من الساعة الشمسية ومرورا بالساعة المائية والرملية وساعة الفيل والساعة البخورية العجيبة. هذه الساعة الرهيبة كانوا يشغلون عود وبخور يشتغل لمدة ساعة كاملة، وإذا تغيرت ريحته عرفوا أنها مرت بساعة. عموما ما نقدر نقول أن في مخترع وحيد اخترع الساعة، لأن الإنسان اجتهد من أقدم العصور في اختراع الساعة وتطويرها من شكل إلى آخر. من تقريبا 700 عام اخترع الصينيين اليانغ أول ساعة ميكانيكية. ما كانت الساعات الميكانيكية القديمة تذكر بالوقت لأن ما فيها عقارب، بس كانت تطلق إشارة معينة عند مرور ساعة كاملة اليوم. بالنسبة لساعات اليد فيقال أول ساعة يد صغيرة محمولة تم اختراعها في القرن 16 بواسطة صانع أقفال ألماني اسمه بيتر. بيتر قدر بعد أكثر من 10 أعوام من البحث والدراسة في ابتكار نابض صغير يطلق عليه النابض الرئيسي، وهو نابض يزود الساعة بالطاقة اللازمة لتشغيلها. واشتهرت صناعة هذا النوع من الساعات في سويسرا، انجلترا، فرنسا، وتم تطوير هذه الساعات بإضافة عقرب يشير إلى الدقائق، ثم طوروها وأضافوا عقرب يشير إلى الثواني. أما أول نموذج لساعة مصنوعة من الكوارتز فيرجع إلى عام 1967، إنتاج هذه الساعة من قبل الباحثين في مركز الساعات الإلكترونية في سويسرا. بالمناسبة تعد الساعات السويسرية الآن هي الأفضل بين كل أنواع الساعات على الإطلاق، لأنها تتميز بالتصاميم المتقنة والجودة والرفاهية والتكنولوجيا العالية اللي تؤهلها إلى أن تصل إلى جميع أنحاء العالم. نبدأ فيها من الألماس وأحجار السوارفسكي الذي يتم تركيبته بكل دقة عن طريق الحفر والتركيب، ونوع الزجاج المستخدم المقاوم للخدوش، والمينا المميز مكون من طبقتين وألوان يتم معالجته ليعطيه منظر مموج أنيق ومميز. متحمسين لرحلتنا اليوم مع كارديال؟ خلوكم معنا. وصلنا فرع كارديال الموجود بالواجهة. هلا والله، كل سنة وانت بخير قبل الزحمة. ليش أنا أشتري من كارديال؟ لأن التغليف مسكت، وأي ساعة تشتريها من كارديال ترى التغليف مجاني. لأن ساعات الألماس عند كارديال بتصاميم فريدة وعجيبة ومختلفة وعليها ضمان 2 سنين. وبالمناسبة على طاري الضمان، كل شيء عند كارديال عليه ضمان 2 سنين. ولأن كارديال في كل مناسبة حاضر، عروض ما تنتفوت بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، الأسعار شاملة الشحن والضريبة والتوصيل وكل شيء.